المصبحون الذين يسألون الله حوائجهم، والمعرضون كما فعل أيوب عندما طال به البلاء والصبر 18 سنة وهو صابر على معاملة ربه جل جلاله محتسب في ذلك. مر به رجلان من بني إسرائيل وهو على طرف قمامة لبني إسرائيل وهما يعرفانه، فقال أحدهما للآخر: لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من خلق الله. قال: وما ذاك؟ قال: قد ابتلاه الله 18 سنة ولم يرفع عنه البلاء. فسمع أيوب كلامهما فاستحيا من الله أن يدعوه، فعرض في الدعاء فقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجاب الله له في تلك اللحظة فرفع الله عنه البلاء كله وأنزل له لباسا من لباس الجنة، وأمره أن يركض برجله فنبع الماء من تحت رجله فاغتسل به وشرب منه وتغيرت حاله ورجع إلى أحسن صورة وأكملها. فجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت: أين المبتلى الذي كان هنا؟ لعل الكلاب تخطفته. فقال لها: أنا أيوب.